المدرسة القرآنية الدينية والطاهرية والزاوية الحبيبية بني مهلال تميمون. نشأتها أو زمان نشأتها هي 1977 على يد الشيخ سيدي مولاي الحبيب رحمه الله، ومن ذلك اليوم الآن إنها في إطار تعليم القرآن الكريم للنشأة الشبابية من ذكور وإناث، ولله الحمد تخرج منها كثير. والزوايا والمدارس القرآنية يشار فيها العلم الشرعي كقراءة المتون وشرحها وسردها عن المشايخ، وكذلك بدور الطلبة ينقلون للصغار، يعلموهم ما تعلموا من شيخهم ويعلمهم مبادئ الأمور، وإنما ذلك إنما هو ترسيخا للهدي المحمدي. لا نتعلم في مدرستنا القرآن والتجويد والفقه والعقيدة وصحيح البخاري. اسمي حسين، عندي في المدرسة عامين ونص، حفظ 30 حزب. راه عندي هنا 4 سنين قريب 5، حفظ القرآن ما شاء الله، راني نحفظ راني في 40 حزب قريب نكمل إن شاء الله، ومع الفقه نحاول إن شاء الله، راني باغي نحقق المستقبل تاعي إن شاء الله، نولي إمام ولا نولي الشيخ كاع.